انت فكرتني بحاجه لطيفه جدا بمناسبه الرقابه. طبعا دلوقتي انا نلعبها على المكشوف كده، يعني طبعا في كتاب موجودين وانا بنصحهم في تعاملهم مع الرقابه انهم يتحايلوا عليها. يعني ايه؟ يعني انا كنت اتجاوز، انا عارف اني هتخانق مع الرقابه، هتخانق، فانا احط في السيناريو مشهد ملوش لازمه، واحد بيمسك ايد واحده او بيبوسها وبتاع واتخانق عليه. انا بفطن زمايلي. ده كويس، وبحيث انهم يهتموا بالحاجه الفاضيه دي ويسيبوا لي يعني خلاص. ما انا بتهيألي مش هكتب كتير بقى، فاكشف السر. لا يا عم عايزك